قبل ما نبتدي تعالوا كده نشوف ايه اللي مستنينا في ملخصنا النهارده وقالت له انا صحيح ما عرفش انت حبيتني امتى وفين وازاي بس شكرا على ثقتك الغاليه ما هي مسكينه بقى ما تعرفش انه واخدها زي ما هي بد عشان ما تعجبش جده ويلغي الجوازه اصلا وبعدها اتفق معاها تشين انهم محتاجين خبيره تساعدهم يبينوا لجده انهم بيحبوا بعض من غير ما يبقوا فيك فما لقوش احسن من حبيبته باي واتصل بيها تقابله وطبعا اتفاجئت لما لقت يوم معايا عشان ما كانتش تعرف اللي فيها بس لما حكى لها الحكايه كلها خدتهم لوكيشن تصوير عشان يتدربوا يمثلوا صح قدام جده وقعدت يو محتاره تختار تشين ولا اخوه يا رب يا رب بس مشاكل من دي في حياتي وانا هبقى راضيه مسلسلنا قصته رومانسي من اللي قلبكوا يحبه يعني لو كنتوا من فلينات الحب الطبقي اللي ما منه من الخمسينات يبقى انتوا فاتحين الفيديو الصح ويلا بينا نشوف مسلسلنا النهارده بيقول ايه بيبدأ مسلسلنا مع بطلتنا يو اللي بتقول ان كل بنت جواها سندريلا صغيرة بتحلم بالامير اللي هيجي ياخدها على حصان ابيض والامير في قصتها مش تشينا ابو مال وجمال وساكن في قصر لان الاشاعات بتقول انه مرتبط بالممثلة باي بقاله سنين واصلا ايه اللي هيخلي واحد زي تشين يرتبط بصيادة قروية زيها الا بقى لو كان بيصدق كلام الافلام بس يو ما عندهاش مشكلة لو كان نصيبها امير تاني غيره لانها بتحب حياتها في البحر والقرية واصحابها وبتحب كمان الصياد تشانج اللي اول ما بيكلمها وبيقول لها انه هيتجوز وشها بينور وبتبدا تسمع اصوات زفه في خيالها لحد ما قال لها انها مش هي العروسه اساسا وانه هيتجوز جين بنت مدير مصنع بلدهم عشان ابوها يشغله عنده ويعيش بره القريه واخيرا هيشوف الدنيا وقال لها انهم اتكتب عليهم الفراق عشان هو انتهازي قصدي عشان عايز يشوف مستقبله يعني فسابته يمشي وقالت له بكره هتجوز سيد سيدك وهتشوف وبعدها بنشوف سيد سيدو تشين وهو ماشي وسط الصحفيين اللي بيسالوه يعمل ايه بقى وهو رئيس شركه جده بس بيسيبهم وبيطلع الشركه وبيقابل اخوه ان اللي واضح كده ان علاقتهم مش احسن حاجه وبنفهم ان جدهم كان بيحب تشين اكتر من اخوه وده مخلي فيه منافسه بين الاخين على اداره الشركه لدرجة إن آن أجر حد يراقب أخوه ويعرف تحركاته وبعدها بيدخل تشين يقابل جده اللي بيلاقيه موافق على المشروع بتاع الفندق بتاعه بس كان عنده شرط واحد بس وهو ان يتجوز يو حفيد صاحبه ووراله صورتها فقال له على بركة الله يا جده المهم الفندق وهناك في القرية كانت يو تحضر فرح الاكس ودمعت بنتنا المسكينة على خدها لحد ما اتكعبلت ووقعت في نص الزفة فالعروسة ما صدقت تعمل شوشرة وتشرشح لها وقالت لها بالاسكندراني كده ايوه واسمعوا يا ناس ان يو جاية تبوظ فرح النهاردة وانها بتحقد علي عشان اتجوزت قبلها وهي اساسا مش هتلاقي حد يبص بس بنتنا ما سكتت لهاش وراحت مشاورة على صورة تشين اللي متعلقة عندهم في القرية وقالت لها ان الراجل ده هيبص عادي جدا وفي اللحظه دي كان وصل ان بعربيته والعيون كلها بقت عليه وكل الناس اتفاجئوا لما لقوه رايح يقوم يومين على الارض فافتكروها خطيبته بس العيون انتقلت من ان لتشين اللي جه هو كمان ونزل من عربيته اللي عمرهم ما شافوا زيها فما بقوش عارفين ينبهروا بيه ولا بالعربيه فقام ان من على الارض اول ما شافه وقال له انه اكيد مش هيسرق البنت الغلبانه اللي حبها فقال له لا يا حبيب اخوك انا ما سرقتهاش ولا حاجه دي هي اساسا خطيبتي فاتصدم ان وقال له ان البلد كلها عارفه انه مرتبط بالممثله باي وان لو الصحافه شمت خبر مش هيحصل كويس فقال له تشين تهديد بتهديد بقى ولو فضلت واقف هنا ثانيه كمان هخسرك فلوس كتير فقال له ان انه هيمشي دلوقتي بس راهنوا على ان البنت الغلبانه دي هتحبه يعني هتحبه وركب عربيته ومشي وسابهم وبعدها فتحوا البنات تحقيق لبنتنا يو انها ازاي جامده كده وعرفت توقع وتخلي شابين زي الورد يقفوا يتخانقوا عليها فقالت لهم والله انا اول مره اشوفهم النهارده وفي اللحظه دي ركعت شين على رجليه عشان يقومها من على الارض وبالمره يستفيد بالوضعيه فقال لها انه عايز منها خدمه وعرض عليها يخطبها وقام شايلها وماشي بيها لحد ما وقف قدام العروسه وقال لها من بكره الصبح استقالت بابا تبقي قدامي عشان اللي يزعل خطيبتي ازعله وسمعني وخدها ركبها عربيته وربط لها الحزام فقالت له نزلني عند بوابة القرية بقى واتفاجئت لما لقيته بيقول لها انهم هيروحوا يقابلوا جده عشان يخطبها فجالها بانك لما فهمت انه ما كانش بيهزر وما كانتش فاهمه خطوبه ايدي اللي بيتكلم عنها وازاي العوض يجي بسرعه كده اما ان فعرف باي ان حبيبها راجع من البلد ومعاه فلاحه بيقول انها خطيبته عشان تيجي تعمل له فضيحه وقال ان الفلاحه دي هتكون من نصيبه هو وبس وبمناسبه الفلاحه فخلوني اقول لكم انها خدت على الجو وكلت دماغ تشين في العربيه وقعدت تقول يسيطر على حبه ليها شويه ويبطل خناقات مع اخوه عليها وقالت له انا صحيح معرفش انت حبيتني امتى وفين وازاي بس شكرا على ثقتك الغاليه ما مسكينه بقى ما تعرفش ان واخدها زي ما هي بدفرتين عشان ما تعجبش جده ويلغي الجوازه اصلا واول ما وصلوا ودخلوا البيت قالت يا حلاوه يا ولاه وانبهرت بالقصر الواسع بس حست ان تشين محرج من تصرفاتها فسكتت وقفت جنبه زي بنت البواب وابن صاحب القصر لحد ما لقت قدامها باي فقالت يا حلاوه يا ولاه للمره الثانيه عشان ما تصورتش ابدا انها هتعيش لليوم اللي تشوف فيه ممثله فيس تو فيس بس اتوترت يو لما بتقرب عليهم واستخبت ورا السكرتير فافتكرتها باي تعبانه في دماغها لانها كده كده عارفه حوار الخطوبه واستغربت قوي ان جده مختار له عروسه ريحتها سمك وبتفرتين ودخلوا هما الثلاثه لجده اللي اتفاجئ هو كمان اول ما شافها لانه لقاها غير الصوره في خياله وسابهم وخرج وحصلوا تشين وباي وسابوها واقفه تايهه كده لحد ما قعدت تلف في البيت وتقول عليهم احيي دي ناس بخيله عشان ما شربوهاش كوبايه ميه حتى من ساعه ما دخلت وهي بتتمشى اتزحلقت على السيراميك وكانت خلاص هتقع لولا منين ناس من ان ظهر فجاه والحقها فقعدت تصيح داخليا وتقول هو ده الامير اللي بتمناه بس ما كانتش تعرف ان الامير مستحمل ريحه الزفره اللي طالعه منها بالعافيه بس كله في درهانه مع تشين وقعدت يوم احتارت تختار تشين ولا اخوه يا رب يا رب بس مشاكل من دي في حياتي وانا هبقى راضيه اما تشين فوقف يتكلم مع باي عن العروسه الجديده والاتنين ما كانوش فاهمين ليه جده بيختار البنت دي بالذات ولما سالته باي اذا كان هيتجوزها فعلا ولا لا اتهرب من الاجابه ومردش عليها وبعدها خد أنيوت جرب فستان تحضر بيه عشا العيله بس ولا فستان عجبها وفي اللحظه دي كان لازم تشين يتدخل وبعتلها فستان كانت لابساه ام اني اللي جده ما بيطيقهاش وبكده لما يشوفها جده لابسه نفس الفستان هيلغي الجوازه خالص وفعلا على ما خلصت الميك اب كان وصل لها الفستان ولبسته وطلعت تشكر تشين على ذوقه فلسه بيقوم عشان يمشي الكعبله وهي لابسه هيلز وقعت فوقيه على الكنبه وبقى موقف لا تحسد عليه بالذات ان باي دخلت عليهم ومعلقتش على اللي شافته وخدت تشين من ايده ومشيت وكالعادة فضلت يو لوحدها وهم في العربية قالت باي انها خايفه فستانها يعجبش جده بس تشين قالها ان جده بيحبها من زمان وملوش داعي التوتر ده وبعدها شاف ان من شباك العربيه ماشي بيتكلم في التليفون وشكله مش طايق نفسه وبنعرف ساعتها ان وصله خبر بيقول ان جده رجع في كلامه ومش هيجبر تشين يتجوز يو اما يوفا طردوها بشياكه من محل الهدوم لما جم يقفلوا لان ان ما جاش خدها زي ما اتفقوا وكانت ساعتها الدنيا بتمطر فراحت بنتنا المسكينه زي اي سندريلا كحيانه في نص الليل قعدت في محطه الاتوبيس لحد ما يبلها صاحب وفي الحفله شافت شين اخوه داخل مع بنت تانيه وفهم ان يول لوحدها فقال لي باين هيروح يجيبها عشان لازم جد يشوفها لابسه الفستان وخطته تنجح بس للاسف وهو في الطريق كانت يو عملت حادثه بسيطه وراح لاقاها قاعده علي الرصيف مصدومه والناس ملمومين حواليها وفي الحفلة وقفت بيت تتكلم مع آن وصاحبته قبل ما تسمع الناس بيقولوا إن تشين خطب بنت كده صيادة مش من مقامه وتروح تتخانق معاهم وده خلى آن متحمس يشوف رد فعلها لما تعرف إن الجوازة اتلغت بس ما كانش يعرف إن جده هيطلع للناس ويحكي لهم عن العهد اللي خده مع صاحب عمره اللي مات وهو انهم يجوزوا احفادهم لبعض وعشان كده اعلن للناس انهم هيخطب حفيده ان ليو يعني كده ان هو اللي تدبس حرفيا بس الله اعلم العروسه هتوافق ولا لا لانها في الوقت ده كانت حاضنه طين في الشارع وبتعيط من صدمه الحادثه وانها كانت ممكن تموت وقالت له كمان ان اول واحد تحس انه مهتم بيها من سنين كتير كتير قوي قوي فصعبت عليه وقعد يطبطب عليها وبعدين خدها على بيته واتصل بالدكتور مخصوص يجي لهم فقال له انها كويسه ومفيش غير كدمه بسيطه هتروح مع الوقت وقال ليه ليو انها اول بنت تدخل بيت تشين من يوم ما عرفه وبعدها خدها يروحها وفي الطريق قال لها ان جده قرر يجوزها الان فقالت لا احنا ما اتفقناش على كده وكانت زعلانه قوي من جواها لان غالبا كده مشاعرها اتغيرت بسبب جدعانه تشين معاها فقالت لنفسها نفسها يا اما تشين يا اما بلاش وقالت له ان البنت من حقها تختار الراجل اللي هتتجوزه وانها مش هتتجوز اخوه عشان ما بتحبوش. ولا عايزه تناسب عيلتهم اساسا فانبهر بيها قوي ان في بنت رافضه تتجوز من عيلتهم عادي ومش مدلوقه زي غيرها وبعدين طلبت منه يركن ونزلت تقف قدام البحر شويه وهو بقى ما اقولكوش قضاها تسبيل لحد ما جت خدته من ايده يقرب من البحر وبصراحه الراجل حقه يسبل عشان فستانها قمر وهي كانت طالعه قمرين وفي الفيلا ان كان شايط وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشه عشان شاف ان جده بيضحي بيه وهيجوزه يول اللي ريحتها جمبري مقلي ويسيب حفيده حبيبه ويتجوز بيه زي ما هو عايز واتعصب اكتر لما السكرتير نصحه يقفل الموضوع وما يناقشش جده فيه عشان خلاص هو خد قراره بس وقتها تشين كان بيقول ليوني مستعد يقنع جده يلغي الجوازه لو هي مش عايزه تتجوز من عيلته فقالت له هيبقى جميل مش لك العمر كله ولما جه يوصلها لبيتها لقى جده هد وبقى مجرد حيطان كانه بيلوي دراعها عشان تعيش معاهم في البيت وتوافق تتجوز حفيده فبنتنا يوم استحملتش الصدمه واغمى عليها وراحت تشين يلوم جده على اللي عمله وساله ليه فجاه قرر يجوزها لاخوه فقال له ان يوم مش من مقامه بس ما ينفع وعده مع في فخطبها الان وتعصبت شيل لما لقاه بيتكلم عن اخوه كانه لقى على باب جامع وقال له انه مش سايب حد فيهم ياخد قراراته بنفسه على طول بيجبرهم حتى يقول لسه عارفاه من امبارح بس المناقشه دي في الاخر ما فادتش بحاجه وفضل جده مصمم على رايه وما كانش في حل قدام يو غير انها تعيش معاهم وده ما كانش حل وحش قوي عشان لقت نفسها قاعده في اوضه طالعه من بنترست فقالت وماله هعيش لي يومين حلوين بس يا حبيبتي ما تفرح عشان لقت ان قدامها وكتفها في السرير وغرضه ما كانش شريف خالص وقال لها مش ماشيه منطق بلاها حسن اخد حسين المهم انها تتجوز من عيلتهم وخلاص بس لما لاحظ انه افور والموضوع رايح في سكه مش حلوه بعد عنها وقال لها ان اليومين الحلوين دول هيبقوا جحيم وهتشوف بنفسها نفسيه وحركات شريره والله وفي ميعاد العشاء دخلت يو عليهم وكان المفروض تقعد جنب خطيبها بس جت لها من اخر مره فجريت قعدت جنب تشين وشربت ميه عشان تفوق شويه بس الميه طلعت وين وبدل ما تفوق اتسطلت وسابتهم ومشيت وبعدها على طول طلعت تشين قطه يستحمى ولما خرج لقاها نايمه على سريره ورايحه منها خالص فحاول يصحيها ورغم نومها التقيل صحيت بس خير تعمل شر تلقى وفجأة الراجل لقى نفسه بيتهزى لأنها افتكرته دخل أوضتها زي أخوه وحاولت تطرده راح شايلها على كتفه ومطلعها بره معلش هي الأنسة كام كيلو المهم طلعت بره ورجعت على أوضتها عشان تلاقي السكرتير نطت لها هو كمان وبيمضيها على عقد شغل في الفيلا وقال لها اعملي بلقمتك احنا مش هنأكلك ونشربك ببلاش وشغلوها دادا في الفيلا وكده بقت سندريلا بجد بس من غير امير عشان كلهم جايين عليها فقالت للمره التانيه احيه وانا امتى هقب على وش الدنيا انا هتغدى بان قبل ما يتعشى بيا وحلفت توقعه في حبها وتندموا على اللي عملوا معاها وطبقت عن مسلسلات الرومانسيه وطلعت بالافكار السحريه للشاطئ السريع وكتبتها في كراستها ويلا بينا علي التنفيذ واللي بعد كده قراها تشين بالصدفة ما كانش فاهم هي كاتباها ليه ولما جت تنفذ اول فكرة وهي انها تشرب وتقع بين ايديه فشربت وسكرت بجد واتسطل التاني وعشان كده لما تشين كان بيقرب عليها افتكرته ان وافتكرت ان كده خطتها ماشية مظبوط وقامت زنقة في الحيطة قال يعني بتغويه فافتكر اللي كانت كاتباه وفهم انها بتخطط لكل ده عشان توقعه فعلا ومجاش في باله انها سكرت بجد ومش بتمثل وهو اساسا ما لحقش يفكر لانها بسته على غفلة بس لقاها بتناديه ان عرف اللي فيها وقال لها تبص له كويس وتصحصح معاش. كدا. فجابت ورا اول ما عرفت انه تشين وسابها ومشى من قبل ما تنطق بكلمة بس الاتنين مشاعرهم ما سابتهمش في حالهم وما كانوش فاهمين ليه قلبهم بيدق بسرعه كده بس تشين كان كل اللي فارق معاه انها كانت عايزه توقع اخوه مش توقعه هو واتنرفز قوي لما فكر في احتمال انها ممكن تكون بتحب اخوها ابو دم تقيل ده بس بصراحه يوم ما كانش فارق معاها حاجه غير ان تشين ما يحكيش اللي حصل لحد عشان ما يرموهاش بره الفيلا وقالت انا بلدي اولى بيا وخرجت من اوضتها للشارع عن طريق سلم خشب عشان جدهم ما شوفهاش. بس وقعت من السلم على حضن أنس سكران على طول وساعتها شافهم تشين من الشباك وكان متعصب اوي وما اقولكوش بقى ولا مشهد اتنين ولاد اكابر وبنت الجنايني اه والله ولما شافها ان افتكرها سرقت حاجه من فيلتهم عشان كده هربانه وماشيه بس فتح شنطتها بالعافيه ولقى فيها هدوم عادي وعرف منها انها مش عايزه تتجوز لا هو ولا اخوه ولا طايقه حد في العيله النرجسيه دي فهدي عليها شويه وعرض عليها يساعدها تهرب لقريتها ووصلها الفندق هناك ورجعت تاني للدفرتين وقبل ما تنزل من عربيته خلاها توعده انها ما ترجعش الفيلا عندهم تاني ابدا وما فيش كام ساعه وكانت البلد كلها عرفت ان يو رجعت بعد ما واحده من القريه شافتها في الفندق وان ده معناه ان ولاد الاكابر رموها زي ما جم بشنطة ودمها ما بقاش للقرية سيرة غير يو. وبمناسبة ولاد الأكابر فالأخين الحلوين تشين وآن ما بطلوش خنا من ساعة ما يوما مشيت ولما شافوا آن محموع عليها قوي سألوا لو كان بيحبها بس تشين أنكر وقال له إن كان لازم ياخد باله من خطيبته ويعملها كويس فآن قال له إن براحته يعملها زي ما يعملها ولو قلقان قال عليها قوي كده يروح هو يتجوزها فقال له قوي قوي بس ما تجيش تعيط في الآخر وكده يا ولاد يو بقت سيرة الفيلا والقرية سوا برافو يا يو استمري يا احنا بندعمك وخلوني أقول لكم إن حياتها في القرية دلوقتي مش أحسن حاجة والست مرات الإكس بتاعها حطيتها في دماغها بعد ما ابوها استقال بسبب تشين عملت فيها مقلب وبعتت لها رساله كانها تشانج وطلبت منه يتقابلوا في المخزن بتاعه ولما وصلت لقيتها هي واتنين من ستات القرية واقفين لها زي راية وسكينة وبيغطسوا وشها في جرد المية وده عشان مرات تشانج كانت مغلولة منها شويتين كده لحد ما قطعت النفس خالص وسابوها وهربوا بس ساعتها تشين كان بيدور عليها وعرف من السكرتير ان في ستات جم خدوها من الفندق وما رجعتش من ساعتها فدور عليها وهو بيموت من القلق لحد ما لقاها في المخزن واول ما فقت ولقت نفسها بين ايديه حضنته وعيطت وقالت له انها خلاص كانت فاكره نفسها هتموت ومحدش هيحس بيها فخدها ورجع على الفيلا وطلب لها وقال اني لها تكون كويسه والا مش هيرحمه وفضلت تشين قاعد جنبها سابهاش لحظه لحد ما فات وبقت كويسه وبعدين خدها للمخزن اللي كانت مخطوفه فيه ولقيته جايب الستات اللي خطفوها وبيعمل فيهم نفس اللي عملوه فيها وبيهددهم محدش يقرب منها تاني وبكده يبقى جاب حقها زي الكتاب ما قال بس واضح كده ان مش تشين بس اللي جاب حقها ده ان كمان راح كمل عليهم عشان يبقى اسمه عمل حاجه مفيده لو جده عرف ان هو اللي هربها واتسبب في اذاها وبعد ما خرجوا ابطالنا من المكان قالت له يون ما كانش فيه داعي ينزل لمستواهم وانها من يومها ملطشت القريه عشان لا ليها اب ولا ام بس رغم كده كانت اول مره تحس ان في حد واقف في ظهرها فحضنته واعترفت لنفسها انها بدات تحبه فلقيته بيقول لها ان احنا الاثنين مرتاحين لبعض ويلا بينا نروح نقنع جده بجوازنا بس ما كانتش تعرف ان فرحتها عمرها قصير غير لما لقيته بيقول لها انه هيطلقها اول ما يمسك الشركه وانهم عايزهم يتجوزوا كده وكده يعني فحست يون انها خدت الضربه بجد بس ما كانتش قدامها حل غير انها توافق تمثل معاه في التمثيليه دي بعدت تقول لنفسها انه مستحيل يحبها ولا يبصلها اساسا هو فعلا راح لجده وقالوا له انهم بيحبوا بعض وان هو اللي عايز يخطبها مش اخوه فقال لها ايه رايك يا عروسه فقالت له ما تكسفنيش يا جد بقى فلقاها وقع خالص وقال لهم ادوني فرصه افكر وبعدها خدها تشين ووراها الفستان اللي جابه لها هديه وقال لها ان دي تقوس عليهم في الجواز وخلي كل حاجه تمشي بشكل طبيعي بس جده هو اللي كان حاسس ان الحكايه فيها ان وقال للسكرتير انهم مش هيحبوا بعض في يوم وليله وانهم بيلعبوا عليه فخلاه يراقبهم بس هو ما كانش ذكي قوي ففهم تشين انهم متراقبين ومشكوك في علاقتهم وبمناسبه علاقتهم فخلوني اقول لكم الاخبار وصلت لباي وكله بقى عمال يقول ان تشين ساب النجمه المشهوره وراح يحب فلاحه ولما شافتها مساعدتها هتموت من الغيظ قالت لها انه اكيد بيحبها هي وان الفلاحه موت فيردين دي مجرد نزوه في حياته بس ده ما يمنعش انهم لازم يخلصوا منها وفي يوم لقاها تشين جايه تقابله متنكره وبتقول له انها متراقبه فلسه بيسالها تفتكري ليه متراقبه قالت له شكل كده السكرتير بيكراش عليا فقال لها خير يا حبيبتي انت سخنه فقالت له صح مستحيل يكون بيكراش عليا تفتكر غرضه ثعباني راح سايبها ومكمل قرايه قبل ما يجيله الضغط وكرشه نفس بس لقاها رايحه تشوف الحوار ده فقام عشان يوقفها راحوا متكعبلين وواقعين فوق بعض اللي حصل بقى ما تقولوليش اقول لكم حصل ايه وبعدها اتفق معاها تشين انهم محتاجين خبيره تساعدهم يبينوا لجده انهم بيحبوا بعض من غير ما يبقوا فيك فما لقوش احسن من حبيبته باي واتصل بيها تقابله وطبعا اتفاجئت لما لقت يو معايا عشان ما كانتش تعرف اللي فيها بس لما حكى لها الحكايه كلها خدتهم لوكيشن تصوير عشان يتدربوا ويمثلوا صح قدام جده بس بقى كانت شايفه ان ده مش مجرد تمثيل واستنت لما استفردت بيه وحاولت تقرب منه يمكن تكسبه تاني بس لما بعد عنها قالت له انها عاشت حياتها تحاول تكون فتاه احلامه ويحبها زي ما هي بتحبه فقال لها ان الانسان اول ما قلبه يدق بينسى كل المواصفات اللي كان حاططها وبيستسلم للحب فسابته ومشيت حزينه ومستسلمه وبعد كده اقتنع جدا انهم بيحبوا بعض بس سلمت شين مشروع كبير وقال له لازم يتشارك فيه ولو نجح يبقى الف مبروك يا عريس وده طبعا خلى تشين قلقان لانه مش واثق خالص فيه عشان كده راحت تسال انا عن تفاصيل المشروع وعرفت منه ان الريزورت في قريه ومكانه مخلي نسبه نجاحه في الارض وانه كده كده مشروع فاشل وجده قاصد يبوظ الجوازه ويحرج يو وحتى تشين ما كانش ليها اي حلول فرجع قال لعقله وساعدهم عشان يعوض يو على البهدله اللي شافتها من تحت راسه وبعدها راحت تشين ويو يقابلوا الكلاينت اللي هيساعد في المشروع بس الراجل في الاول ضحك عليهم وما قالهمش انه جوه فدخلت يو تدور في الفيلا كده وتدور على صاحب البيت فلقت الراجل في وشها وبيقول لها ان هو اللي بيدور عليها وخدها ونزل تاني بس المفاجاه اللي هي ما تعرفهاش ان كان في صوره ليها متعلقه على الحيطه ولما نزلوا قال لهم الراجل انه مش هيقدر يساعدهم فمشيوا معاهم خبيتهم لحد ما لقوه واقف على البحر ومحتاج مساعده في الصيد وبنتنا طبعا البحر لعبتها فرحت مع تشين يساعدوه وعزمهم على حفله على البحر بالليل وفعلا راحوها وحكالها تشين انه قعد وقت طويل يخاف من البحر لان بابا ومامته غرقوا يوم السنه وعشان كده جده بيرميه في البحر في نفس اليوم كل سنه عشان يواجه خوفه وحكالها ان اول مره رماها في جده في البحر كان حاسس انه هيموت لحد ما جت بنته وانقذته فيو قالت يا حلاوه يا ولاد حتى الأغنية عندهم تروما وبعدها لقوا واحد في الحفله بيعرض الجواز على حبيبته ولاحظت شين نظراتي يو اللي بتتمنى تكون مكان العروسه وبعدين راح لهم الكلاينت يسالهم عن السبب الحقيقي اللي مخليهم مصرين على المشروع فقالت له يو انهم بيحبوا بعض وجده مش هيرضى يجوزوا الفلاحه فقيره زيها غير لما الصفقه تتم وكلامها ده خلى الراجل يفتكر حبيبته اللي أبو كان رافض علاقته بيها لدرجه انها سابت عشان تتقي شره واللي بالمناسبه كانت نسخه من يو وحكى لها انها بعد كده اتجوزت صياد وخلفت منه بنت قبل ما تموت في حادثه ولما سالته يو عن اسم حبيبته اتهرب من الرد ومضالهم المشروع واستناهم يروحوا يرقصوا في الحفله وبص على السما وكلم حبيبته وقال لها ان بنتها صوره طبق الاصل منها وكمان لقت راجل محترم يحبها والراجل المحترم ده كان هيروح في الوباء اول ما شاف عربيه جايه بسرعه عشان تدوس يو فوقف هو مكانها وطار من مكانه فهرب اللي سايقين وقالوا انهم خبطوا الشخص الغلط وجريت يو عليه تشوفه بس لقيته ما قوي واول ما بص في يعني عينيها افتكر البنت اللي انقذته في البحر وحضنها اما جده فقلبه ارتاح لما عرف ان حفيده بخير بس ما سلمش من كلام السكرتير اللي كان محبط جدا لما عرف ان هو اللي حاول يقتل يو كان هيموت ويعرف ليه الراجل عايز يخلص منها وفي المستشفى راحت بيت تزور تشين وتقوله انها جايه تودعها عشان مسافره تمثيل بره وتمنت ليه حياه سعيده من غير ما تعمل دوشه ودراما وبعدها دخل جده يطمن عليه بس مشي اول ما يو دخلت وفضل السكرتير باصص لها بس كانه عارف اللي مستنيها وبعد ما خفت شين وخرج من المستشفى خدها وراحوا يشتروا الشبكه واتخضت يوم من الرقم اللي دفعه هناك فقالت له ليه تدفع المبلغ ده كله على جوازه كده وكده ده في جوازات بتقف على باكو فلقيته بيقول لها وليه تبقى جوازه كده وكده ولسه يا كان هيعترف لها بحبه بس المساعد بتاعه قطعه وراح معاه يتكلمه في تفاصيل الفرح وقال له إن عايز يعمله على البحر عشان العروسه عايشه طول عمرها جنب البحر فالمساعد استغرب جدا وساله ليه واخد الموضوع جد كده فقال له انه فعلا حبها وناوي يتقدم لها بحق وحقيقي في الوقت المناسب وبعدها خدها يشتروا فستان الفرح والبدلة والبنات اللي واقفين في المحل استغربوا ان فستان يو هو هو نفس الفستان اللي لسه شاريه ست تانية من عيلتهم وبنعرف مين الست دي لما بيرجع ابطالنا على البيت وبيلاقوها لابسه نفس فستان يو وبيعرفهم جدو عليها وبيقول انها خطيبه تشين اللي اختارها له والفرح الخميس الجاي فاعترض تشين على كلام جدو وقال له انه مش لعبه في ايده يخطبه كل شويه لواحده شكل ودخل تشين معاه المكتب وقال له انه كان شاكك من الاول ان يو مش بنت حفيده ولا حاجه وانه بيكرهها بما انه عايز يجوزه العروسه الجديده دي عشان يشارك اهلها في المشروع اللي تشين جابه فجده قال له عفاري ما عليك يا حبيب جده ووراله صوره الكلاينت بتاع المشروع مع ام يو وفهم تشين ان جده كان عارف بعلاقه الكلاينت وام يو فبعت له يو عشان يحنن قلبه ويمضي على المشروع وفعلا نجح في ده فحس تشين بالخيانه من جده وانه بيستغله هو ويو فساب المكتب وخرج وهو متعصب بس لقى يو واقفه ورا الباب والدموع في عينيها ففهم انها سمعت كل حاجه ولقاها بتقول ان محدش فيهم خرج من الحوار ده خسران هو هيدير الشركه وهي جده بنالها بالجد. جديد بس تشين قال لها ما تمشيش وطلب منها تفضل لكن يو قالت له انها ما انفعش تعيش في المدينه وانها زي السمكه لو طلعت من البحر تموت فهترجع قريتها وباركت له على جوازه وقعدوا هما الاثنين يعيطوا على تعاستهم وجه ميعاد فرح تشين اللي المفروض يتعمل ليله راس السنه ووقتها حست يو انها لو فضلت قاعده في بيتها هتتجنن من التفكير فخرجت تتمشى على الشط وساعتها لقت العريس سايب فرحه جاي يتقدم لها على البحر رغم اعتراض جده ومصالح الشغل وتخلي عن كل حاجه عشان بس يفضل معاها وبكده تكون انتهت حكايه يوني هي سعيده ولقيت اميرها اللي عاشت تدور عليه طول الوقت زي سندريلا بالظبط لو عجبكم مسلسلنا النهارده اكتبوا في الكومنتس مواصفات الامير اللي بتتمنوه وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصل كل ملخصاتنا الحلوه وسلام